بارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأهل البحرين ما تحقق من إنجاز عظيم في هذا اليوم الوطني. وقال جلالته إن الإقبال الكبير الذي شهد له الجميع على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية من أهل البحرين ساهم في تحقيق نسبة عالية بكل المقاييس، وهو إنجاز مشهود يعد من إنجازات المشاركة الشعبية البحرينية التي سوف يسجلها التاريخ للأجيال القادمة. وشكر جلالة الملك المفدى حفظه الله أهل البحرين على حرصهم لأداء مسؤولياتهم الوطنية، منوها بما يتمتعون به من وعي وتعليم وإدراك لواجباتهم واهتمامهم ببناء مستقبلهم في الاستحقاقات الانتخابية وعبر المؤسسات الدستورية.